نحضر مع بعض كفتة خضار تشبه البلبلة كذا شوي، مرة لذيذة، وراح استخدم فيها ألذ بهار في الحياة اللي هو بهار الكاري. بهاراتنا الكاري ما هي حارة، تبون تحطون انتو شيء حار فيها حطوا. الخضار اللي راح استخدمها اليوم جزر وكوسة وفلفل بارد، بصل، بقدونس، كزبرة وملفوف وذرة، وبحط فيها شوية موزاريلا. أخذت من الخضار من كل شيء شوي. هنا طبعا عندي الثوم طيحي عاد، وعندي الزنجبيل هم ان شاء الله تطيح، طاحت. طيب، راح اضيف كركم، وراح اضيف ألذ بهارات في الحياة الكاري، وراح اضيف عليها الطحين، اضيف ملح، واقول لكم ايش راح اضيف. وراح نضيف بيضة، وراح أضيف طحين. هذا بنات الدقيق، بضيف الحين ملعقة، خلينا نقول ملعقتين، وبعدين أعلمكم إذا احتاج زيادة. ما في أي سوائل. شيء بنات، سمعتوا خشخشة الكيس؟ ودي أضيف لها موتزاريلا. وراح يا بنات، ما راح اقليها، تقدرين تقلينها، بس انا اليوم بستخدم القلايه الهوائيه، الجديده من السيف جاليري. راح اخلط كل هذه المكونات مع بعض بنات لحد ما تمتزج. ما تضيفين سوائل لان الخضار نفسها تطلع سوائل، تشبه الباكوره بس نمسيها على شكل كفته. واذا احتاجت شفتها انها مره ناشفه، ازيد تكه بسيطه من المويه، بس هي ما راح تحتاجين ولا مويه ولا شيء. خلاص فيها البيض وفيها كل شيء، فيها الخضار تطلع اصلا السوائل. فراح وما ضفت ولا شيء. بطل وصفتي اليوم هو هذا الوحش. قلت لكم بنكون الحسناء والوحش بشهر رمضان مبارك مع هالوحش الجميل. راح اسوي كفتي فيه باذن الله بالقلاية الهوائية. بتشوفون تطلع مرة مقرمشة ولذيذة وحلوة. جاي معاه مجموعة من المرفقات، صواني شبك وصواني ما اعرف ايش كذا انواع. انا راح استخدم هذه الصواني اليوم. سعته 22 لتر، هذا شيء مميز انه حجمه كبير وحلو. مازن يسال شلون كفته بالخضار؟ قلت هذا يشوفها جاي يتفقد الاشياء اللي سوينا. بعد يتفقد. شفتوا الاشياء اللي تشوفونها بال اللي يروحون يتفقدون الثلاجات والافران هذه الشوربه للحين ما فرغتها من الهواء. المهم شوفوا بنات، بسويها بهذا الشكل، او بعد حتى يمكن اخليها انحف اصغر، خليها تصير انحف احسن. ايوه كذا، هذا نحفها زين. خلاص تمام، بحطها في الصينيه. ايش الخضار اللي فيها؟ والله خضار كلوها الله يخليكم، تكفون. شرايح ولا مطلع. والله تاكلونها، جزر، كوسه، يعني اذا خلطت مع بعض شلنا صريح ان شاء الله مره تشهي. موزاريلا فيها جبن. ايه هذا الشيء اللي يشفع لها يعني. زين الحمد لله بعد لك وذره. زين الحمد لله لقينا لها شفيع، لقينا لها شفيع. هذا خلنا نصفصفهم في الصينيه. كفتتنا الخضار صارت جاهزة، شوفوها ما شاء الله تبارك الله. هذه الكمية اللي سويتها كلها كمية جدا بسيطة، سويت بس حق اليوم. وتقدرون تفرزنونها على فكرة بنفس هذا الشكل، تفرزنونها بعدين تحطونها في أكياس وتعبونها. كل ما هنالك يا اما تقلونها بقلي ما هو عميق او بالقلاية الهوائية. انا بستخدم اليوم القلاية الهوائية من اديسون، سعة 22 لتر. طبعا بنات ضروري تبخونها برشة زيت عشان تتحمر معاكم. طب بخت زيت. تعال نشغل جهازي، في واحدة قالت لي اشتريته ما عرفت استخدمه. طبعا هنا عندك الخيارات، ستيك وسمك او اذا تبين تجفيف او تشيبس او دجاج او في اختيار السمبوسة. عجبني انا اختيار السمبوسة، فبفر لحد ما اوصل الى اختيار السمبوسة. طبعا طلع لي في الخيارات 180 درجة، بس لانه يعكس كثير فما صورتها لكم. درجة الحرارة بتكون 90 والى عفوا 100 فوق 180 تحت 90 و 17 دقيقة كذا بيسوي لي اياها. سخنت القلاية يا بنات، خليتها تسخن تقريبا دقيقتين ثلاث، والان بحط فيها الكفتة
واقفلها. باقي له تكه بس ابغاه يتحمر من فوق. باقي له تكه ويخلص. شوفوا ما شاء الله تبارك الله كيف شكل الاقراص، مره تجنن، مرتبه وحلوه، والاهم الطعم ترى راح يكون خرافي. تاخذها حوالي 20 دقيقه 22 دقيقه بالقلايه الهوائيه. ما شاء الله تبارك الله خلص، ودي تشوفون شكله. ايش رايكم؟ جنن صح؟ قدموا صوص روب او رانش اللي ودكم. يناسبه بعد صوص الحمر. خلينا نفتح واحده وتشوفونها. شوفوها بنات، شايفين مره كرنشي. نقدر نذوق الحين، نتذوق معاكم لاحقاً.